لعب بالوقت غير مفيد. أحدثت صورة تحمل مزاعم أنها للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، وهو يحمل سلاحاً جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فما قصة هذه الصورة؟ وهل فعلاً هي عائدة للسيد حسن؟ الصورة المنتشرة أظهرت شاباً يحمل سلاحاً بينما كان يمشي في أحد الشوارع، وأرفقت الصورة بمزاعم أنها صورة للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله عندما كان مقاتلاً خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وتفاعل عدد من المتابعين مع الخبر عبر تويتر، حيث نشر حساب تحت اسم منصور الصورة وعلق عليها كاتباً: السيد حسن نصر الله يقاتل الفلسطينيين في لبنان أيام الحرب الأهلية، والحين مقاوم بندقية للإيجار. وحساب آخر تحت اسم الشيخ قائد ثورة التنوير علق على الصورة كاتباً: هذه صورته عندما كان مقاتلاً في ميليشيات شيعية تذبح الفلسطينيين واللبنانيين في الحرب الأهلية اللبنانية، ثم ألبسته إيران العمامة وصار حسن نصليرة. والاستيضاح أكثر عن حقيقة الصورة، تواصلت قناة الجديد مع رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية فادي بودية. ليس غريبا على البعض تسويق كذبة أو أن يسرح في خياله إلى أمور ليس لها أي واقع. هذه الصورة هي لشهيد في حزب الله اسمه علي سلمان، وهي ليست لسماحة السيد حسن نصر الله. وهذه الصورة أيضا ليست في الحرب الأهلية، فالسيد نصر الله كان إلى جانب السيد عباس الموسوي في الحوزة بين النجف وبعلبك، كما معظم قيادات حزب الله في ذلك الوقت. حزب الله مقاومة، قاومت إسرائيل وانتصرت عليها لتحمي لبنان وشعبها. أما البعض الذين ينزعجون من هذا الانتصار على إسرائيل فيحلمون لو يطفئون نور النجوم ليبقى الليل مظلما، لكن ما قام به حزب الله وهذه المقاومة على امتداد عصورها وساحاتها استطاعت أن تسطر نورا لا يستطيع أحد أن يطفئه. لذلك كل هذه الفبركات، كل هذه المحاولات، كل هذا للنكش في التاريخ، وبالتالي لا يمكن أن يؤدي إلى شيء. يريدون تشويه صورة حزب الله، ولكن صورته أنصع من نور الشمس في كبد السماء. ووفقا لما نشره موقع العهد الإخباري في تقرير حمل عنوان علي سلمان درع السيد وشبيهه، الذي نشر في 11/2019، تضمن التقرير صورا قديمة للشهيد علي سلمان تظهر الشبه بينه وبين السيد نصر الله، وفي إحداها يظهر علي سلمان برفقة السيد حسن.